انيس. طيب ليه بتزقفوا له هالقد؟ ليه بتخلوني احس حالي اوكورد عم بحكي عم بدي احكي شيء برات الكونتكست؟ بتشجيع. اوكي حلو القلب الكبير. فاينلي ا بيتر تيمبو. كتر خيرك كتر خيرك. لا هللويا بس تيمبو في فرق يعني بين تيمبو صعب عم بقول في التيمبو. اوكي جود تيمبو جود ستيج اتيتود الاتيتود الاكتنج على المسرح قد ايه بحبك رفيق. لا عن جد برافو هدول شغلتين منيح. اما بس المغنى عادي جدا. طب ما اقول لك شيء ثاني. اكتشفت سميتك اليوم جابانيز كاراوكي نايت. بتعرف هدول اليابان بحبوا كثير غنوا. لا حسيت انا اليابانيه بحبوا كثير غنوا كاراوكي بينبسطوا كثير. فانت حسيت اليوم جابانيز كاراوكي نايت بالاكاديميه. نشوفك ايه؟ سلم على الشباب. ظبط ظبط مجرايك مجرايك بظهرك ايه؟ بالغلط حاطه فوق هو بحطه. ايه فا انيس ام اكسبير بدي بتوقع منك بقى بدي شيء زياده بقى يعني رافائيل مش هيك انت كمان بتوافقني الراي رافائيل ايه؟ نعم بتوافقني الراي؟ ايه اكيد انيس بشوف فيه فنان كبير خي روعه فشو شو قال لك؟ مشان هيك بدنا نركز على الموضوع بدي شيء زياده يا انيس يعني اوكي اشتغلت على التيمبو برافو الاتيتود تبعك بالمغنى حلو بس المغنى عادي افريج يعني عندك هيدي لاك هيدا الضعف لاك اوف اوف كونتستنسي بالمغنى المغنى تبعك على طول منه ثابت بتحس هيك يعني على طول في انه ايه انت وحنان حنان هلا الموصلين له كمان بتحس بدها تفوت بالغنية بعد شوي في شيء بياخذها غير محل انت كمان زيت شيء في شيء بياخذك بتكون مركز فجاه بتزيح